يمكن بنكسب معظم الماتشات الصعبه، لكن الناس اللي بتبقى او الدوري او ثاني الدوري او الناس اللي معاك في المربع الذهبي انت بتعرف تكسبهم، انما تيجي تنزل تحت في الجدول من تحت الناس هي دي اللي دايما بتضيع مننا نقط. عطلتنا كتير في اكتر من مناسبه. شايف المنافسه ازاي السنه دي على الدوري؟ شايفها هتوصل لفين؟ لا هتبقى منافسه صعبه جدا مع اكتر من فرقه. يعني انا شفت التدعيم السنه دي، تدعيم لاكتر من فرقه كتيره جدا. يعني انت طبعا معاك نادي الاهلي ونادي بيراميدز، الاثنين دولت اوريدي من هينافسوا معاك اللي كانت اخر نفس زي ما حصل السنه اللي فاتت. انا شايف النادي فيوتشر ونادي الاتحاد السكندري ونادي المصري قريبين قوي من ان هم يخشوا المنافسه دي. يعني اللي جابوا لعيبه على اعلى مستوى. اتوقع الزمالك هيقدر ان هو يحافظ على درق الدوري داخل 100 عقبه الموسم الثالث على التوالي، ولا حاله الـ التشبع اللي احنا شفناها في الماتشين اللي فاتوا بشكل ما ممكن انها تستمر لمباريات عدد مباريات تانية؟ يعني لا، هو ده كان جرس انذار زي ما انت قلت برضه وانا بسمعك، ان انت قلت ان التوقف اللي هيجي ده فرصه لينا ان احنا نراجع حساباتنا. انا شايف زي ما انت قلت يا كابتن، دي فرصه للعيبه. انا يعني انا لعبت بلعب مع اللعيبه دي بقالي 3 4 سنين. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي انا مش عايز ابالغ، بس هم فعلا احسن، يعني الكواليتي بتاعهم عالي جدا. احسن فرقه في مصر بصراحه والله. يعني اللعيبه حتى رغم الغياب، الناس اللي مشيت والناس اللي جت. لا طبعا الناس اللي مشيت طبعا اثروا. يعني انا عشان انا مبقاش بضحك على نفسي لما اقول كده، لا يعني انا في الناس مشيت اثرت، هتاثر على الفرقه طبعا. بس اللعيبه اللي جت دلوقتي موجوده دلوقتي لعيبه كويسه جدا. يعني انا حتى لو الناس اللي ما مشيتش اكيد الزمالك برده كان هيجيب الناس اللي هو جابها دي. لان مين اكتر لعيب مشي من الزمالك اثر على مستوى الفريق واثر على الزمالك؟ هما اتنين بصراحه، يعني اشرف بن شرقي وطارق حامد. الاتنين اثروا بشكل كبير جدا بصراحه. ولغايه دلوقتي مش عارفين نعوضه. لا يعني دلوقتي في مثلا رؤى بقى ماشي بشكل كويس جدا، وجنبه امام عاشور بيعملوا الحته دي كويسه جدا. بس طارق كان ليه طبيعه خاصه كده، يعني صعب ان انت تلاقي الكواليتي بتاع بالظبط كده. وقائد بالظبط، شخصيه تلاقي ان هو 3 4 لعيبه في الملعب. طارق مش لازم يبقى شرط الكابتن عشان يبقى كابتن. يعني زي ما انت قلت، طارق بيبقى قائد في الملعب دايما، حتى لو مش معاك كوره كلامه دايما بيفوقك. انت ممكن تيجي لك اوقات في الملعب بتسرح، ممكن تسرح، او ممكن طارق حامد دايما كان بيفوق اللي حواليه كلهم. يعني هو صعب قوي ان يجي واحد لعيب زيه بصراحه في نادي الزمالك انا الفتره اللي جايه بصراحه. طب ايه ظروف رحيل طارق؟ يعني هل انت ما اتكلمتش معاه ان هو ان طارق انت ايه اللي هتعمل ايه؟ اقعد. هل اتكلمتوا مع بعض قبل ما يمشي؟ اتكلمنا طبعا. احنا الاول كان طارق حصلت له اصابه وقعد فتره ما يجيش النادي، حتى هو سافر المانيا وبعد كده متهيألي سافر قطر او الامارات، قعد اهلي هناك فتره وبعد كده رجع. كلمناه ان احنا طبعا نادي الزمالك كان بيبقى صعب قوي ان هو فرقه بتاخد بطوله واثنين وثلاثه يفضل محافظ على نفس القوام. دي حصلت الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. كان دايما كل سنه او سنتين ممكن ناس تحترف، ناس تمشي من النادي، ناس تيجي، فتلاقي بتاع 12 13 لعيب دخلوا مره واحده، عقبال ما الانسجام يحصل بتبقى خدنا فتره. لما صدقنا ان احنا الفتره اللي فاتت قعدنا الاربع خمس سنين اللي فاتت دولت، حتى احنا تقريبا خدنا اكتر من 10 بطولات الفتره دي. فكلمناه طارق احنا عايزينك طبعا تبقى موجود وكده. هو كان شايف ان هو يروح اتحاد جده هتبقى بالنسبه له هيلعب احسن. هو كان حاسس ان هو يحصل معاه مشاكل هنا. فقال احسن. ليه يحصل مشاكل معاه؟ ايه؟ مع الاداره؟ هو ما كانش بيتكلم معانا، يعني ما كانش بيطلع كل جواه. ممكن تكون حاجات شخصيه عنده، او ممكن تبقى مع الاداره ما اعرفش، بس هو ما كانش بيحكي. يعني هو شاف الافضل ليه وللنادي ان هو يخرج، يعني ان هو يخرج يكمل بقيه المشروع، يخوض تجربه بعيده عن النادي. فخرج. ونفس الكلام مع اشرف. يعني اشرف برضو احنا انا عن نفسي انا كنت دايما بتكلم معاه، يعني ان انا يا ابني بصراحه خدنا عليه ولعيب كبير. قعدنا فتره احنا الهافات بتاعت نادي الزمالك ما فيش حد بيعرف يلعب بدماغه. يعني دايما هو الفيرود بس اللي بيعرف يلعب بدماغه. ودي احنا افتقدناها على فكره ممكن الماتشين ثلاثه اللي فاتوا دلوقتي. يمكن شلبي هو الوحيد اللي ممكن يكون بيعرف يلعب بدماغه، ودي هتبقى ميزه. هو كان مدينا الميزه دي ان هو دايما كان بيكمل على العارضه الثانيه مع سواء مع السيف او مع، عشان هو كان بيلعب راس حرب اصلا بالظبط جدا. فكان دي كانت فرقه معانا جدا. افتقدناها فتره كده لغايه لما نزل لك اتعاقد مع شلبي. كلمناه قلنا له ان احنا عايزين يبقى معانا، لان هو عمل حاله كبيره جدا. تحس ان انت تعرف اشرف ده من 10 سنين.
هو حب النادي، شخصيه لذيذه، شخصيته جميله. شخصيه جميله بصراحه. بس هو برضو حس ان خلاص هو ان هو ادى كل حاجه عنده في مصر هنا، فهو فضل ان هو يسافر يعني.